سعادة كتحني كتحكي القصة ديال واحد العائلة، عائلة جد ميسورة، عائلة لاباس عليها. السي عبد القادر اللي هو واحد الإنسان عصامي اللي كان بنى نفسه بنفسه، ولكن هاد السيد هذا كيوقع له مشكل في التجارة ديالو وكيتراكموا عليه المشاكل وكيلقى راسو في الأخر ما عنده حتى حاجة، فقد كل شيء. مواقف الكوميديا كاملة ديالنا في هذا السيتكوم هي المصدر ديالها هو التعايش بين جوج طبقات، بين واحد طبقة غنية ومع واحد طبقة بسيطة شعبية، والمواقف الكوميديا كاملة مستوحاة من داك لي بريجوجمون، من داك الأحكام المسبقة ديال الأغنياء على الفقراء والعكس صحيح. هاد السنة بالنسبة للكتابة كنشتغلوا مع خلية كتابة كيترأسها الكاتب رشيد حمان، فيها مجموعة من الكتاب بحال هشام غفولي، محمد القامة، عادل ياشين. كنتوصلوا بنصوص زعما جميلة، فيها كوميديا الموقف، كوميديا الموقف مرسخة بحوارات زوينة، حوارات كتشبه الشخص اللي كيقولها. لو كاستينغ ديال 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 زنقة السعادة نورمالمون جا من بعد ما كتبنا الشخصيات. كانت في الاول كتابة ديال الشخصيات، عطيناها لي تري دو كاركتير ديالها، كل انسان كيفاش، كل شخصية كيفاش غادي تكون، كيفاش غتعامل، ومن بعد جا الكاستينغ. كنحاولوا نلقاو الشخص المناسب للدور المناسب. داكشي علاش في الاخر حيت عندنا مجموعة من الشخصيات متنوعة من اجيال مختلفة، عندنا الصغار، عندنا الكبار، عندنا الاطفال. وكيف ديما كيف معودنا الجمهور، ديما حنا عندنا واحد الزنقه اللي كتكون هي داك لايغاسيون، هي داك المتنفس. كنبقاو ديما حنايا داخل الديور، مي ابري كنخرجوا ديك الزنقه باش كيكون متنفس وباش كنقربوا المشاهد. حنا مثلا هاد السنه حنايا في مدينه الدار البيضاء، وحنايا كنهضروا على حي شعبي، على واحد الزنقه بسيطه في حي شعبي، فما يمكنش غير نهضروا عليها ونتصوروها فيرتوالمون بلا ما نشوفوها.